اليوم ومن داخل القصر غادي نعرفكم على واحد المكون اللي هو من المكونات الأساسية ديال القصر، ولكن هذا المكون كيتحكموا فيه العيالات هما اللي حاطين لي قوانين وقواعد، ماشي غير شي حاجة اللي هي فولونتي وغادي هكاك سايبة. اجوا تعرفوا معايا على كل شيء. مرحبا بكم في الكوشة التقليدية ديال القصر اللي هي كوشة عمومية يمكن العيالات ديال القصر كاملين يستخدموها. اجوا معايا باش تعرفوا على مكونات اول حاجه ديال الكوشه. في الحقيقه الكوشه هي هذه، ولكن حنايا في القصر كنقولوا الكوشه لهاد البلاصه كامله، هاد السباس، هاد البيت فيها جوج ديال الكوشات، كاينه هذه وكاينه ايضا هذه. زيد معايا عندك دخل داخل، كاينه ايضا هذه، واللي كيمكن للعيالات ديال القصر باش انهم يطيبوا فيهم الخبز ديالهم. اول حاجه غنحاول نعرفكم على المكونات ديال الكوشه او اشنو عندنا في الكوشه. كاينه هذه اللي كتعتبر هي الكوشه، قرب هنايا شوف كي دايره الداخل ديالها، اعتقد ان كاين الناس اللي كيعرفوها. نزيدو نشوفوها، كاينه في هذه كتسمى الزنكه، هذه راه من الحديد وهي كيعمل كيحطوا الخبز، ومن هذا القنت هنايا كيحطوا النار كيطيبوا النار تماك، كتكون عندنا هذه الهيكله. ايضا عندنا الرماي، هذا خصنا شي مرة اللي تبقى تشرح لنا اللعيبات، كاين الرماي وأيضا كاين السفود اللي هو هذا اللي كيحركو به الحطب من الداخل، واحد شوية ديال الطحين تيكون ديما هنايا معليش. كاين هاد البلاصة هادي، هادي اللي هنايا هي فاش كيتلاح داك الرما، قرب تشوف هنايا راه مكاينش بزاف. المهم داك الرماد اللي تيتلاح هنايا كيخرج، كيتلاح هنايا كيخرج الرماد، كيتلاح هنايا كيجمعو العيالات كيستخدمو حوايج أخرين خدمو. المهم كتكون هادي كوشه لهنايا وكتكون وحده تماك، واللي جات الاولى هي اللي كطيب، واللي جات من بعدها هي كطيب من بعدها وهي غادي الامور كامله. هادي وحده من الكوشات ديال القصر، القصر مازال فيه واحد الخمسه ديال الكوشات اخرين. هاد الكوشات كل كوشه من هاد الكوشات اللي كاينه في القصر موزعين عليه كيطيبوا فيهم عوائل او لا ناس ديال دربه ولا جوج دروبه ولا ثلاثه، بمعنى كل كوشه كيطيبوا فيها واحد القدر من العيالات ديال القصر. كوشه كتلقى فيها ما يسمى بواحد القانون او واحد العرف اللي كيسيرها، كتكون واحد المراه كبيره ولا كيكونوا بيناتهم كيسيروا الامور ديالهم. اذا غادي نمشيو لاول نقطه واللي هي هاد الحطب اللي راكم كتشوفوه هنايا، هاد الحطب اللي كاين هنايا ماشي غير حطب بقى شي مراه وخلاته هناك، بل هذا كيتسمى الحطب ديال الحميه، وهو انه كل مراه من هذوك المراوات اللي كيطيبوا في هذيك الكوشه كتجي واحد النهار او اللي عندها واحد النهار في الاسبوع ولا في الشهر على حسب داكشي اللي عندهم في الكوشه ديال العائلات اللي كاينين، وكتجي كتشطب الكوشه وايضا كتحط واحد الحطب بحال هذا باش المراه الاولى اللي جات غطا غتحمي به الكوشه وهي غاديه وداو عليك. مراه اليوم راه غطا، مراه اليوم راه غطا، وهي غاديه من وحده لوحده من وحده لوحده. الا ما جابتش الحميه او لا شي مراه طابزات مع شي مراه وسط الكوشه او لا دارت شي مشكل داخل الكوشه او لا خرقت شي قانون من القوانين ديال الكوشه، المراه كدير العيالات ديال الكوشه اللي كيطيبوا هنا كاملين كدير لهم العشيه، بمعنى كتزكي لهم كطيب لهم البيض والشعريه وداكشي كامل كيجيو عندها في العشيه واتاي وياكلوا عندها ويشربوا عندها، هذا كيتسمى نزولها ولا كيتسمى عقاب ليها على خرقها لهذاك القانون. هادشي راه ماشي غادي غير هكاك، بل عنده قوانين ديالو اعراف ديالو اللي كتمشي من جيل لجيل. وهذه كوشه ايضا اخرى، ها هي دي. هاد البلاصه راه كانت كوشه من الكوشات ديال القصر، لكن للاسف راه طاحت مابقاش كتستخدم رغم انها قريبه لهاد الكوشه. انتما كتشوف بيناتهم والو. وهذه ايضا كاينه كوشه لكن بحال اللي مابقاتش خدامه، المهم انتما كتشوف راه مسدوده مسكينه كاع. وايضا هذه كوشه اخرى، وهذه اللي صيبنا فيها الا كنت عقلتو على المدفونه وصوبنا فيها حتى الخبز اللي مع الوالده. وهذه هي الكوشه السادسه والاخيره، مابقى شي انت هادي فيها الا جيتي تشوفها غير كوشه وحده، ما فيهاش جوج، انتما فيها غير كوشه وحده. هادي ها الرماد اللي كنت قلت لكم اللي كيخرج من تما هيك، ها هو هذا. ولا جيت نقول لكم بانه كل كوشه عندها اسم خاص بها كيسموها بها ناس القصر والناس الماليه اللي كيتحكموا فيها، كل وحده عندها كما قلت لكم الناس اللي كيطيبوا فيها. هذا السي عبد الرحيم اللي كان معنا في هذه الجوله ديال هذا النهار، تنحييه شكرا بزاف،
خليوا لي الاراء ديالكم على هاد الكوشات، اشنو بان لكم؟ واش باقي عندكم الكواشي في القصر او لا ما بقاوش؟ واش بان لكم في النظام ديال العيالات والنزول؟